إذا السؤال كان ما هو الأدب؟ ما هو الأدب؟ و قرأت بعض المقالات اللي مقالات اللي أصلاً ما فاهمين شنو كانت زين بس مشيتها لكم عن what is literature إنه ما هو معنى الأدب. طبعاً إنه أكو شغلة بالمناسبة طلاب بعض الأمور اللي إحنا دائماً في تماس دائم وياها ما نعرف معناتها شنو بالضبط، وكأنه هسه هاي الصورة شوفوها على الكتاب، هاي الصورة شوفوها على الكتاب، قربها يم عينك، قربها كلش يم عينك، ايش راح تشوف؟ ما تشوف شنو الصورة، شوف عبارة عن خطوط، شوف عبارة عن خطوط، فمن تبعدها عن عينك راح تشوف أمور واضحة. احنا اكو بعض الأمور اللي دائما في تماس مباشر بيها ما راح نعرف شنو معناتها إلا أن نبتعد عنها. مثلا شنو معنى الماء؟ شنو ممكن واحد يعرف ليها؟ واحد يقول هو مصدر الحياة، واحد يقول لا هو H2O، هو واحد يجي يقول وإلى آخره. أو الهواء شنو؟ أو الخلق شنو؟ أو هذا العالم شنو؟ أو الحياة شنو معناته؟ من ضمن هاي التعريف اللي صعب نعطيها تعريف من هاي الأمور هو الأدب. الأدب صحيح أنتم ما تقرون أدب بس أكو هاي ناس يقرون أدب، فبما أنه إحنا في تماس مباشر مع الأدب ما نقدر نعرف بالضبط معنى الأدب، ولهذا صارت واي بها خلافات لأنه في شيء كلش قريب على عيننا وعلى طول إحنا في تماس مباشر وياه ما نقدر بالضبط نحدد شنو معنى الأدب. المهم خلينا نروح على الصفحة 12. What is literature? Because literary criticism presupposes that there exists a work of literature to be interpreted, we could assume that formulating a definition of literature would be simple. يقول يعني احنا نفترض انه مفروض الادب يكون تعريف الادب شيء واضح، مو صحيح؟ بس مو بهاي، مو مثل ما نفكر احنا ونعتقد. This is however not the case. For centuries, writers, literary historians, and others have debated about but have failed to agree on a definition for this term. هواية من المنظرين، هواية من الكتاب، هواية من الفلاسفة حاولوا يعطون تعريف واضح للادب، بس حقيقة أكثرهم فشلوا إذا مو كلهم فشلوا. عندنا مثلا من الأمثلة تيري إيجلتون، هذا أحد الكتاب الماركسيين عمره يمكن بالثمانين، عنده كتاب عن هذا الموضوع، فصل الأول ما يقارب 60-50 صفحة يناقش عن معنى الأدب، يعطي هواي احتمالات، هل هذا الأدب يناقش هذا الاحتمال يطلع خطأ، هذا الأدب يناقش هذا الاحتمال يطلع خطأ، ولا عن 50 صفحة تالي يقول ما نعرف شنو الأدب بالضبط، يعني ما أقدر أعطي تعريف، مع أنه تيري إيجلتون يعني هذا إنسان مو هين وما قدر يعطي تعريف للأدب. فإذا هواي أكو عليه لغط هذا المعنى مو بسهولة. فهنا يقول أكو هواي من الكتاب من المنظرين حاولوا يفسرون معنى الأدب بس يعني حقيقة ماكو شيء واضح. شو يقول؟ Some assume that literature is simply anything that is written, thereby declaring a city telephone directory or a cookbook and a road atlas to be literary works along with Pride and Prejudice and the Adventures of Huckleberry Finn. يقول إذا أكو بعض الآراء شو يقول؟ يقول أي شيء هو مكتوب إذا هو أدب. زين بهاي الحالة هو هنا يعطي مثال كتاب الطبخ. شلون هذا كان أكو عندنا كتاب منال العالم كلش اشتهر قبل 5-6 أو 10 سنوات. زين نعتبر كتاب منال العالم هو كتاب أدبي بعبارة عن وصفات للطبخات. أدب هذا لو مو أدب؟ زين سابقا إذا تذكرون هاي تليفون أرضي من شان عندنا، أكو عندنا كتاب للأرقام تليفون، كتاب تكتب دليل بالضبط اسم ورقم التليفون، نعتبر هذا كتاب أدبي؟ زين إذن مو بهاي السهولة، يعني الموضوع مو بهالسهولة، مو أي نص مكتوب هو عبارة عن كتاب أدبي. خلينا نروح على الباراجراف اللي بعده. To solve this difficulty, others choose to define literature as an art, thereby leaving open the question of its being written or oral. أكو مجموعة من الناس قالوا لا هو مو أي شيء مكتوب وإنما أي شيء هو فني هو أدب art. وتعرفون طلاب الارت كلمة جدا واسعة. الارت يشمل الرسم، يشمل التماثيل،
يشمل الأزياء. أكو عندنا مثلاً ديور، شركة ديور زين صانعة الأزياء، عندهم ناس يعني هما يقعد يتفنن ويقعد يسوي هذا، هل نعتبر هذا أدب؟ زين شنو هو الأدب؟ يعني إحنا ما نقدر نعتبر أي شيء فني هو أدبي، ما نقدر نعتبر أي شيء هو فني هو أدبي هنا، لأن راح يصير عندنا بعض المشاكل. خلينا نكمل والله. This definition further narrows its meaning, equating literature to works of the imagination or creative writing. إحنا بما أنه قلنا art، فإذن شنو نحتاج حتى يكون art؟ عنصر الإيماجينيشن. شنو الإيماجينيشن؟ خيال. شنو معنى الخيال؟ شنو هو الخيال؟ بس أنا أسألكم شنو هو الخيال؟ إبداع؟ لا، بس أنا متأكد كلكم أنا وأعطي محاضرة صارحين في خيالكم، بس ما بي إبداع. بس أنا متأكد ما متفهمين على كلامي وصارحين في خيالكم راحين زين. أي أوكي I'm kidding. Okay. فشنو؟ لا مو هذا، مو إبداع. الخيال مو معناته إبداع. شلون؟ تكوين مسبق للفكرة؟ تخطيط. لا ما أنا ما أقدر أقول، لأنه هاي من التعاريف اللي صعب. شلون الأدب قلت لكم؟ وهمي غير حقيقي، هم ما نقدر نقول بالضبط. لا لا بس أنا أتخيل أجي أرسلك أشوف البوكس أضرب أبو شيء، أنا أقدر أسوي، بس أنا جاي أتخيله مو معناته ما أقدر أسوي، بس أقدر أسوي مو صحيح. فإذا لا مو هذا التعريف. مشاعر تتحول أفكار، ممكن أحداث، ممكن هذا هم تعريف من التعاريف الصعبة. الإيماجينيشن أو الخيال من التعاريف الصعبة. الإيماجينيشن مو فشي ما موجود إحنا نسويه في بالنا، لا، وإنما مجموعة من الأفكار. أنا هذا ممكن الفهم الخاص، ممكن أنتم عندكم تعريف آخر. ممكن مجموعة من الأشياء اللي موجودة بالحقيقة بالواقع زين تعيد صناعتها في عقلك، تعيد صناعتها، تعيد بنائها مثلا. وطبعا بناء إعادة بنائها من شخص إلى آخر يختلف. أكو ممكن واحد مخيلته ضعيفة مو كلش قوية، ممكن يتخيل يعيد صناعة الأمور مثل ما هي. مثلا أنا أتخيل هاي القاعة في بالي، إذا يروح بالي في مثلا عندي في الحسبة راحت هاي القاعة، فأعيد بناء هاي القاعة مثل ما هي لأنه مخيلتي ضعيفة. أكو واحد ممكن لا مخيلته جدا قوية، وبخصوص هاي موجودة عند الأطفال، مخيلته تكون جدا قوية، فيعيد صناعة هاي القاعة وكأنه هو قاعد في غابة ومنها أشجار وأنتوا اللي قاعدين عبارة عن غزلان. غزلان طبعا أنتوا أكيد زين. فيعيد صناعة الواقع في باله بالطريقة اللي هو يريدها. طبعا أكو استراتيجيات ممكن واحد يقوي المخيلة مالته، ممكن يعني تحصله على الإنترنت أو مصادر أخرى يعلمك شلون تقوي المخيلة مالتك. فإذا المخيلة هذا ممكن يكون إعادة صناعة الواقع في الخيال في البال زين، وصناعة سيناريوهات جديدة. مثلا إحنا ضروري إنه يكون عندنا مخيلة، وبالمناسبة هي قضية evolution صارت عندنا، التطورية صارت عندنا، لأنه أسلافنا كانوا محتاجين إلى هاي القابلية إنه يتخيل أسوأ الاحتمالات. إحنا ليش دائما نخلي أسوأ الاحتمالات في بالنا؟ لأنه كنا محتاجين نخلي أسوأ الاحتمالات. ليش؟ مثلا كانوا أسلافنا من يروحون إلى الصيد، يطلعون من الكهف يروح إلى الصيد، في يوم يوما بالبرية يركض، من الأمور اللي كانت تنقذ حياته شنو هو؟ مثلا يشوف أكو هنا الزرع يتحرك، أنا ما أدري شنو هذا الزرع جاي يتحرك، هل هذا هواء جاي يحركه؟ هل هذا مثلا أكو فدفارة صغيرة أو ممكن أسد هنا؟ فالمخيلة الإنسان حتى ننجو بحياتنا شنو كان يخليه؟ أسوأ الاحتمالات يخليها المخيلة تصنع أسوأ احتمال إنه هذا اللي هنا اللي يحركه مو هواء،
ولا فاره ولا جري، لا ان انا اكو اسد مفترس فاخليه اشرد. فطورت، ولا هذا احنا عندنا مرات سلبيه تصير عندنا، هاي قضيه طبيعيه ممكن تصير نقدر نتغلب عليها، بس هذا قضيه ورثناها من اسلافنا لانه دائما نخلي اسوء الاحتمالات من اجل النجاه. بس احنا ما عندنا هاي المشكله اللي كانت اسلافنا موجودين عندنا. ممكن نعم ممكن بشر مفترس صار عندنا، ولكن نحتاج نعالج هذا الموضوع وواحد يعيد صناعه المخيلات بطريقه صحيحه. على العموم فجبناها احنا على المخيله انه النص اللي بي ايماجينيشن هو عباره عن ادب هنا، هذا حسب هذا التعريف اللي هنا عندنا. وهذا هم ايضا طيب بي مشكله طبعا، هم ما نقدر نقول كل نص بي مخيله هو عباره عن ادب، ما نقدر نقول كل نص بي مخيله عباره عن ادب. خلينا نروح على الصفحه اللي بعدها 13. Imaginative and creative aspects of literature are essential components of the word literature. By this definition, written works such as a telephone directory or a cookbook can no longer be considered literature. بما أنه قلنا نحتاج imagination للنص حتى يكون أدب، إذن بعد شنو صار عندنا منال العالم كتاب الطبخ؟ بعد مو أدب، لأنه منال العالم ما بي الكتاب ما بي مخيلة، ما بي عالم خيالي، كلها أمور واضحة يعني. فإذا شنو؟ وخرنا مجموعة من الكتب عن عالم الأدب، شوي صار عندنا التعريف ضيق يعني، شوي حصرناه أكثر. بس بعد نحتاج نحصر الأدب بشكل أوضح، يعني المخيلة وحدي ما تكفي. By this definition, نكمل. These kinds of works are superseded by poetry, drama, fiction, and other imaginative writing. إذا شنو؟ شنو اي نوع من النصوص بمخيله؟ شعر، دراما، مسرح والى اخره. هذا كله ب شنو؟ بمخيله. Some scholars believe that the imaginative qualities of a work of literature were first articulated for Western literature in a work written by the French Baroness Madame de Stael والى اخره. خلينا نروح على الباراجراف اللي بعده. Although the narrowing of the definition of literature accomplished by equating it to the defining terms of art seemingly simplifies what can and cannot be considered a literary work, such is not the case. إن أنا هم يعني يقول يعني نفس الكلام اللي قلت له، انه مجرد المخيلة مو كافية حتى نعرف الأدب. مخيلة واحدة مو كافية، شلون؟ شنو عندنا بعد بالادب؟ شنو نحتاج اكثر؟ هسه راح يعطي مثال. That the J. Crew and Victoria's Secret Clothes catalogs are imaginative and colorful writing is unquestioned. But should they then be considered works of literature؟ تعرفون Victoria's Secret مو صحيح ولا لا؟ Victoria's Secret بنات يعني ما تعرفونها؟ نعم لا 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 مع الأزياء وصحيح لو لا على الأقل المفروض تعرفن بالأزياء وشركات الأزياء زين. فيكتوريا سيكريت شركة معروفة في صناعة الأزياء، فيقول كتالوجات مات فيكتوريا سيكريت بها إيماجينيشن كلش واسع، أو شركة ديور أو شانيل وإلى آخره أو لوي فيتون، لأن بها يعني كتالوج. من تفتح الكتالوج شوف المخيلة الصانع والمصمم الازياء جدا واضح، شنو هالمخيله اللي عنده في صناعه هذا الزي او هاي البدله او هاي الشفقه او الجنطه والالوان اللطيفه. هو هذا ايماجينيشن بعد، هو هذا عباره عن ايماجينيشن نفذها في الكتالوج. اذا هل نقدر نعتبر هذا الكتالوج ادب؟ بي ايماجينيشن ادب هذا لو مو ادب؟ ها شو تقولون؟ مو ادب. يعني هذا الكتالوج مال فيكتوري سيكريت او هاي شركات الازياء ما نعتبره ادب. شلون حيره؟ يعني اذا حتى الخيال مخيله مو كافيه شنو نحتاج بعد؟ شنو نحتاج اكثر بالادب حتى يكون عندنا ادب؟ هنا يطيب بعد صفه اخرى. Many readers assume that if an imaginative work of fiction is published, be it singly or in an anthology, such a work is worthy to be read. يقولون الأعمال المطبوعة والمنشورة، الأعمال المطبوعة والمنشورة
ليه 20 جول؟ It has, after all, been judged acceptable as a literary work and has been published and presumably approved by an editorial board. شو يقول؟ بالمناسبة هنا على المطبعة يقول الأعمال اللي أدبية هي بيها مخيلة واللي مطبوعة من قبل مطابع محترمة. لأنه بالمطابع المحترمة أكو مجموعة لجنة متخصصين أساتذة دكاترة متخصصين بالأدب لجنة يقعدون يوافقون على الكتاب يلا ينطبع. طبعا هو هذا في كل العالم، انتم ماكم علاقة بالعراق، بسبب العراق انت اكتب لك اي شيء نونسنس، اي شيء مو معقول وما له قيمة، روح لك اي مطبعة تجارية تطيف 500 دولار 1000 دولار يطبع لك الكتاب، بغض النظر عن الكتاب هذا اصلا مفيد ولا لا. انا ما احكي على هاي المطابع التجارية. مطابع محترمة اكو هاي مطابع محترمة لا عندهم لجنة، تقعد اللجنة أساتذة يشيكون النص يشوفون هذا شنو معاييره زين لو مو زين يوافقون عليه ينطبع. فش يقولون؟ يقولون بما أنه هاي المطبعة المحترمة طابعة الكتاب وأساتذة وافقوا عليه إذن أكيد هذا أدب، أكيد هذا أدب، ما معقولة يعني هذا مو أدب شلون بعد؟ شو نسوي حتى يصير أدب؟ فش يكمل؟ This belief that published works are deemed worthy to be dubbed literature is called the hyper-protected cooperative principle. That is, published works have been evaluated and declared literary texts by a group of well-informed people who are protecting the overall canon of literature. Canon. يقول دولة صناع الكانون. كانون شنو هو؟ كانون. كانون شون النص الرئيسي أو المصدر الأدبي أو النص الأدبي المحترم اللي يكون به ثقل كانون يسموه. كانون يعني النص الرئيسي المشهور الأدبي أو الديني لعله أيضا يكون. هاي إن أنا بمشكلة شباب. كانون شو يقول؟ يقول مجموعة من الناشرين والأساتذة يوافقون على طباعة نص معين وهذا النص المعين يصير مشهور يصير أدب. احنا اليوم عندنا نعم ممكن تروح الى مطبعه ويشوفون نصك اذا جميل يطبعوه، بس شو ترجع في 150 سنه 200 سنه للوراء الامور ما كانت بهاي الطريقه. شنو كان كانون؟ كانون ذاك الزمن كان هو النص الذي يكتبه الغربي او الاوروبي الابيض الذكر. اذا هذا الشخص كتب النص فاذا يصبح كانون، اما اذا كتبتها امراه ما يصير نص، ما يصير كانون، ما يصير عندنا أدب. النصوص اللي تكتبها النساء قبل كانت ما يعتبروا أدب. ليش تشوفون أميلي برونتي العام درستوا أميلي برونتي أو جين أوستن ذني اشتهرن؟ لا هاي طفرات يعني صار حالات نادرة جدا. أكو عندنا المئات من الكاتبات الهواية اللي كان ثقل ما حد يعرفهن وراحن اندثرن أعمالهن، ليش؟ لأنه النساء كانت. أو الشخص اللي كان ذوي البشرة السوداء. صحيح هو اكو اوروبيين بس هم ذوي بشره سوداء طبيعي. اذا ما كان ابيض ما ينشر، اذا كان اسود ما كان يصير كانون. عندنا هواي كتاب من ذوي البشره السوداء كانوا جدا محترفين وجدا عندهم اعمال قويه بس ما حد يعرفهم، راحت اعمالهم وانتهت، ليش؟ لانه المطابع ما كانت تطلع لهم. او ايش قد عندنا ناس مسلمين او من الشرق او من الصين او من اليابان او عالم الشرقي، عندنا عمالقه كانوا بس ما صاروا مشهورين. منو صار مشهور عندنا؟ الاوروبي الابيض الذكر. هاي المواصفات يلا يصير مشهور. شكسبير مثلا، ليش شكسبير مشهور؟ ليش المتنبي مو معروف؟ المتنبي تقريبا احنا نفتخر به كاعظم شاعر، نعم باختلاف الاراء بس احنا كلنا نتفق انه من كبار الشعراء العرب المتنبي. بس ليش عالميا مو بشهره شكسبير؟ او مثلا جون ميلتون. جون ميلتون وابو علاء المعري متقاربين جدا بالافكار وحتى في معاناتهم بالحياه، اثنيناتهم فقدوا بصرهم والفلسفه اللي عندهم متشابهين جدا. ليش جون ميلتون مشهور وابو علاء المعري ما مشهور عندنا؟ لانه ذاك اوروبي ذكر ابيض وهذا مسلم عربي من الشرق الاوسط. بالمناسبه طلاب احنا اليوم ندرس شكسبير، ندرس جون ميلتون، ادوان سبنسر،
كريستوفر مارلو، هاي النصوص الجميلة طبعا جميلة، ما حد يقول ان النصوص مو جميلة، في غاية الروعة هاي النصوص، بس ليش اليوم ندرسها وليش لنا مشغولات؟ بسبب عمليات الاحتلال اللي صارت في القرون الفائتة. تعرفون بريطانيا وصلت مرحلة انه الشمس ما كانت تغرب في اراضيها، كانت محتلة الهند، محتلة امريكا من نار، افريقيا، كل هاي المناطق كانت محتلتها. المحتل من يروح باشا عقبه اذا اسستوا دوله وردتوا تحتلون مكان، خلي اعلمكم شلون تحتلون، مو تروحون فقط بالسلاح. بريطانيا شلون تسوي؟ اكيد انا من يجي المحتل يحتل بلدي اكيد ما راح اقبل، هذا جاي يقتلني، جاي يبوق ارضي، يبوق مواردي، فلوسي والنفط اللي عندي والاراضي اللي عندي، فما معقوله انا اتقبله. يعني هذا انسان مجرم جاي، هذا انسان مجرم جاي ياخذ ارضي، فليش اتقبله؟ شلون يسوون؟ هم هم يعرفون انه ما راح الناس تتقبلهم، شنو سووا؟ ما راحوا فقط في قوة السلاح، ولكن استخدموا قوة الأيديولوجية. تعرفون شنو الأيديولوجية؟ احنا العام هواي شرحنا الأيديولوجية تفاصيلها. أخذوا وياهم بالإضافة إلى السلاح والعسكر، أخذوا وياهم أدب. قالوا يعني صحيح احنا جايين إلى أراضيكم، بس أنتم أدبكم ضعيف، أنتم أدب العربي مو تمام، شوفوا هذا الأدب اللي عندنا، تعالوا شوفوا شكسبير، تعالوا شوفوا جون ميلتون، تعالوا شوفوا كريستوفر مارلو، تعالوا شوفوا ذول الشعراء اللي عندنا، المسرحيين، الكتاب اللي عندنا. فوين ما كانوا يروحون الى الدوله، مثلا راحوا الى الهند، قالوا انتم ما عندكم شيء، هذا كله هيك شيء مو تمام، تعالوا شوفوا الادب اللي احنا عندنا في انجلترا ايش قد حلو. وزعوا الادب، اشتهر الادب الانجليزي بهاي الطريقه. او بالاضافه الى السلاح والادب كانوا ينشرون الدين. شنو الديانه كانوا محتاجيها؟ المسيحيه. المسيحيه كانوا صحيح احنا اصحاب سلاح، صحيح احنا جايين ناخذ الاراضي، بس احنا عندنا دين المحبه والسلام والمسيحيه، احنا اتباع هذا الرسول اللي كان يقول اذا واحد ضربك على خدك الايمن شنو؟ طيب وجهك الايسر، خدك الايسر خليه يضربك تراجي ثاني. احنا اتباع هذا النبي المسالم اللطيف اللي يحب الجميع ونشر السلام للجميع، احنا اتباع هذا الشخص. فشوفوا بالاضافه الى السلاح، اخذوا ادب، كانون اخذوا وياهم، نشروا شكسبير، نشروا المسيحية، حملات التبشير المسيحية كلش مشهورة في الهند، في شرق آسيا، في غرب آسيا عفوا، وإلى آخره. هذه المناطق انتشرت المسيحية بهاي الطريقة لأنه كان المحتل بحاجة إلى أنه يخفف من بشاعة المنظر اللي جاي به. كان المحتل جدا بشع في تصرفاته، فكان يحاول يخفف من حدة هذه البشاعة من خلال أنت الليمون من تعصره ما تقدر تشربه، يحتاج تضيف له ماء، شوية شكر، شوية عسل، شوية تلطف، يلا تقدر تصيغه. كذلك الاحتلال كان جدا بشع، غير قابل لأي إنسان أن يستصيغ الجرائم اللي عملتها بريطانيا أو أي دولة محتلة أخرى. كانوا بحاجة أنه يلطفون هذه الصورة، صورة المحتل، بهاي الطريقة كانون. ولهذا إحنا اليوم ندرس شكسبير، ندرس أدمان سبنسر، نعم هم يستحقون بكل جدارة أنه ندرسهم، ولكن أيضا سبب شهرتهم سبب هذا الموضوع اللي سأسولفته. زين؟ But even this principle does not stop many from arguing that some published works are unworthy to be called works of art or literature. يقول نعم صحيح اللجنة توافق على طباعة نص معين، بس مو كل النصوص هي تستحق أن تنشر، مو صحيح؟ مو كل النصوص هي تستحق أن تنشر، أكو بعض النصوص نحتاج أنه فإذا هذا الصفة هم ما نقدر ناخذ بها، انه مطبعه تنشر هذا هم مو شرط، يعني مو شرط انه يكون ادب. شلون حيره هاي فهمونا بالله شنو الموضوع، شنو الادب هذا؟ خلينا نروح على الباراجراف اللي بعده. Whether one accepts the broad or narrow definition, many argue that a text must have certain peculiar qualities before it can be dubbed literature. احنا مرات مثلا من نوصل الى مرحله ما نقدر نعرف شيء، صعب نعرفه، شنو نبدي نسوي؟ نعطي صفات هذا الموضوع. مثلا بدل ما تقولون مثلا استاذ مجتبى مزعج، ما عنده اخلاق، استاذ كلش شيء ثقيل على المعده وما منطقه اصلا، بدل ما تعطي هاي الصفات تقول استاذ مجتبى يجيب اسئله صعبه وهيك شيء يمشي وهيك شيء يحكي وهيك شيء كذا وهيك شيء هيك شيء، تحكون في قصص خياليه او حقيقيه ما اعرف بغض النظر، حتى توصلون
هاي الفكرة. فبدل ما تقول تعريف الإنسان المزعج زين تعطي تصرفاته وحركاته وصفات هذا الشخص. أوكي فهنا إحنا بدل ما نقول شنو هو معنى الأدب خلني أعطي صفات الأدب، خلينا نعرف شنو هو الأدب أصلاً. أوكي Those who hold this view believe that an artist's creation or secondary world often mirrors the author's primary world, the world in which the writer lives and moves and breathes. Because reality or the primary world is highly structured, the secondary world must also be structured. Hello. هنا اكو طبعا نظريه بعدين نوصل لها في من نوصل الى مدرسه الماركسيه راح نوصل الى نظريه الريفلكشنزم، بس هنا انا شويه محتاجيها حتى نعرف شنو الادب. يقول الادب هو عباره عن شنو؟ عن مراه. مراه لمن؟ للمجتمع اللي يعيش بها الكاتب. زين؟ هذا المراه. قبل لا اكمل الشرح عندي سؤال طلاب. انا عندي كاتب مسرحيه باللغه الانجليزيه. السؤال هو هل هذا النص يعتبر ادب انجليزي او ادب عربي؟ يعني اذا اجيب لك النص بالانجليزي اذا تقراه ايش راح تقول عليه؟ هذا ادب انجليزي او ادب عربي؟ ليش ادب عربي؟ اوكي نعم اوكي لا خب يعني اذا هو النص مباشره بدون ترجمه تبع الافكار والثقافه تحس ثقافه الشخص اوكي يعني اذا تشوف نص امامك انجليزي تقول عليه عرب ادب عربي هذا؟ لا ادب عربي لما اقراه